بس خلينا القصه يعني، قصه الايفنتس اوف اور لايف. عندنا اكو شيء يسمونه امبريونيك لايف، اللي هي تدينا يعني from the first day of gestation وتنتهي لحد ال يعني delivery. Delivery is either live birth أو يعني die birth، اللي جزئين، جزء نسميه still birth إذا كان قريب وين على الولادة. اللي قبله شو نسميه؟ اللي قبله قبل ال still birth إذا died birth بابا سين abortion. abortion. عافية. الابورشن لحد من يا دي لحد يا دي دكتور اقل من 24 weeks 24 week، وبالنسبة لل developed countries حاسبيها لحد من developed 22 اوكي. هذه محسوبة لحد 22 يعني according to الارياز اوف ديفلوبمنت، جزء يمدوها لحد 28 اللي هم من هم الاندر ديفلوبد، اندر ديفلوبد ديفلوبينج كانتريز 24 ويكس. عموما هذا الفيرست ايفنت اوف لايف منها اكو اول ريت اوف مورتاليتي تطلق، شو نسميها هذه؟ شو نسمي هذا الريت؟ مورتاليتي ريت شو نسميها بابا؟ اللي هي related to the abortion. Abortion rate. واضح ولا؟ اللي هي number of babies delivered died during the first 24 weeks. على من نقسمها؟ على من؟ population مالتنا من هم؟ طلاب احنا عندنا أربعة خمسة يشاركون، دول الأربعة خمسة رجاء تكونوا وياي، لأن البقية بصراحة لا يهمونا ولا شو اسمه ولا يحسب لهم حساب. بابا حسين وهبة وزهراء وعلي. دكتور نقسمهم على عدد النساء الحوامل بهاي السنة؟ على النساء الحوامل؟ على عدد حالات الحمل يعني صارت؟ ليش مو على التوتال توتال بيرث؟ على التوتال بيرث زين؟ لمدة سنة. فهذا شو نسميها؟ نسميها الابورشن ريت. الابورشن ريت بحد ذاتها هسه تتاثر لي بعوامل يعني انفايرمنتال فاكتور، لو اكو جينيتك فاكتور، واكو يعني ميكس فاكتور. الابورشن ريت افكتد باي ذا هوم. جزء من هواي من الابورشن يعني يصير لي خصوصا بالفيرست تراينستر ديو تو جينيتك بريدسبوزيشن، جزء من عندها وخصوصا بالسكند تراينستر ديو تو سبيسيفيك انفايرمنتال فاكتور. فهل هل هل ريت هذه تسالي افكتد باي انفايرمنتال اند جينيتك فاكتور، هذه شنو الفائده من عندها؟ شنو اليوزفولنس اوف ذيس تايب اوف ريت؟ شو استفاد من عندها؟ بابا انتم الاربعه الخمسه حاولوا شوي يعني تكونون وذ جود كونكشن. يوزفولنس يعني لما ندرس الابورشن ريت، لما نعرف حق النساء صار عندهن ابورشن. دكتور ممكن حتى نعرف يعني اسباب الوفاه اللي تكون موجوده او نحسن الهيلث كير اللي ممكن نعطيها خلال فترات. عندك فد شيء اسمه ماتيرنال هيلث كير زين، اللي هو ام سي اتش. ماتيرنال هيلث كير هذا يقسم الى اجزاء، جزء من عده نسميه بري كونسبشوال او بري كونسبشن او بري جستيشن. هذا يطبق على كل البنات، على كل النساء قبل لا يصير بها، قبل لا يصير لها انجيجمنت وذ يعني مارج بروسس. وجزء من عندها شنو؟ ديورنج ذا مرايتال، ولكن شنو؟ قبل لا يصير عندها جستيشن. هذا المفروض اذا عندي فد هاي ابورشن ريت هنا ادرس الابورشن ليش صار؟ من اعرفه صار لي للاسباب الفلانيه اروح على بري كونسبشوال او بري كونسبشن كير، اشوفها مسوي لها بروفيجن لا. واضحه الفكره؟ هذا جزء. الجزء الثاني شنو؟ اكفد اريا يصير بها فد هاي مورتاليتي ريت، هاي يعني ابورشن ريت ديو تو سبيسيفيك انفايرمنتال فاكتور، اكفد يعني فد سبيسيفيك بوليوشن، سبيسيفيك فيزيكال فاكتور، سبيسيفيك كيميكال اكسبوجر، اكفد بايولوجيكال يعني انترفيرنس جاي يصير،
فالهاي بوليوشن مثلا مايكروبيولوجيكال ايجنت، هذول ايش يسوي لهم المفروض؟ هم عندي يعني سبيسيفيك استراتيجي فور بريفنشن اند كنترول اوف ذيس بروبلم، على الاقل اقلل نسبه الوفيات اللي يصير لي ديورنج ذا فيرست اند سكند ترايمستر اوف ذا جستيشن. هذا الجزء الاول سميته ابورشن، اللي هو بيعطي سبيسيفيك يوزفولنس على اساسه وي كان موديفاي اور بري كونسبتشوال اند ايرلي انتينيتال كير. انتينيتال كير هي شنو؟ كل الهيلث كير سيرفيسز اللي يصير لك من الفيرست داي، من الفيرست داي اوف بريجننسي لحد ما تصير عندها في الدليفري. اذا صارت دليفري ايش صارت؟ بعد مو انتينيتال تحولت الى شو نسميها الكير هنا؟ بوس 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 لا بابا كير كير ديورنج ها نيونيتال كير بابا هي نيو نيو شنو نيو شنو معناها؟ انت بس فصلوا لي الكلمه. بري معناها ما قبل، انتي ايضا ما قبل، البوست ما بعد، زين نيو نيو نيتال نيو شنو النيو؟ حديث. إذن الكلمة اللي كلها افترت عليها شنو هي؟ شنو هي كلمة؟ نيتر 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 دليفري معناها دليفري. واضح إن شاء الله لولا؟ فهنا اللي يصير لي ما بعد الابورشن، العفو اللي يصير لي أثناء الابورشن، وش تايب اوف كير؟ شو أسميها هذه؟ أنتي نيتال كير، أنتي نيتال كير اللي هي ديورينج جستيشن أو ديورينج بريجننسي. واضح لهنا بابا؟ هذه الكير ايضا اذا عدفت هاي ابورشن ريت وشفتها، يعني البري كونسبشن انا بري كونسبشن كير مطبقها على حذافير، يعني كلهم مسوي لهم سكرينينج فور هيموجلوبينوباثي، كلهم مسوي لهم سكرينينج فور سيفلس، فور اتش اي في والاس تي دي كلها مسوي لها سكرينينج ومسوي كومباتيبلتي، في نفس الوقت يعني عدفت جود نيوتريشنال بروجرام جود اديوكيشنال بروجرام للبنات اللي قبل لا يتزوجين، وبثناء ما زوجين سويت لهم في سكرينينج، يعني سبيسيفيك سكرينينج ايضا للاس تي دي وغيره، وكلهم فاكسينيتد. فهنا انا بعد ما عندي مشكله بالبري كونسبتشوال كير، عندي مشكله وين؟ بالانتينيتال كير. الانتينيتال كير هنا المفروض اسوي له في سبيسيفيك موديفيكيشن. هذا منين يجيني؟ يجيني من اعرف هاي ابورشن ريت صارت في هذا المنطقه. واضح ان شاء الله لهنا عباره هذا الريت؟ الريت الثاني، الريت الثاني اللي هو سكند ايفنت اوف لايف، اللي هي شنو؟ بالفيرست بالثيرد ترايمستر، ثيرد ترايمستر شباب ممتد من ياويك لحد ياويك 24 الى 37، او من 28 الى 38، من 28 الى 38 بالديفلوبنج كانتريز. احنا ترى جزء من الديفلوبنج كانتريز، الاندر ديفلوبد كانتريز من ال 28، جزء الديفلوبد يمتد من ال 24 فما فوق. ذول الويل ديفلوبد اللي هم فيري هاي كلاس يمدون من ال 22 فما فوق. اني ديليفري اوف داي بيبي او داي انفنت، لان انا هم مقسم على التوتال بيرث. احنا ليش ما نقسم على الليف بيرث بالمناسبه صدق بالابورشن وبالستيل بيرث؟ ليش ما نقسم على الليف بيرث؟ ليش نقسم على التوتال؟ لان هاي مو بالبوبوليشن مالتها اصلا، يعني هم مو من ضمن الاحياء يعني. نرجع للديفينيشن مال الريت. ديفينيشن مال الريت هو شنو؟ يعني نيومريتر بارت اوف ذا دينومينيتر. واضحه؟ فلذلك الستيل بيرث هو شنو؟ اني بيبي ديليفر دايد افتر 28 ويك لحد ما لحد يوم يعني لحد الويك اوف ديليفري اللي هو 38 امتد لنا لحد ما النورمال، بعدها نسميها اب نورمال 40 ويكس 42 ويكس. ما بعد ال 42 ويكس هنا المفروض يصير عندنا في السبيسيفيك انترفينشن نورمال. هو الايديال انت عندك 40، الايديال اكو نورمال شباب، نورمال رينج واكو ايديال. زين الايديال هو ال 40، ال 38 لحد ال 42 هذا النورمال. هنا الدليفريز اللي تصير المفروض ايش بيها؟ فيما قبلها او اثناء ولادتها بالنورمال، ولكن شنو؟ ديليفر دايت. هذا شو اسميها؟ اسميها ستيل بيرث، ستيل بيرث.
هذه اليوزفولنس شنو؟ شو استفاد من عندها؟ دكتور هم نشوف الاسباب، هم نشوف الاسباب، يعني هل هي لها علاقه مثلا بصاله الولاده، عمر معين، او مثلا بادويه معينه؟ صح بابا، بالمورتاليتي، بالمورتاليتي انت كلهن تحاول شنو؟ تبحث عن الكوزز حتى تسوي لك موديفيكيشن فور ذا بريفنشن اند كنترول استراتيجي. زين هنا هنا من شفت الاسباب، يا 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 بريفنتيف كنترول استراتيجي تقدر يعني تسوي لها سبيسيفيك موديفيكيشن. هي الانتينيتر كلها لو اروح على البري كونسبتشوال، على الانتينيتر لو على البري كونسبتشوال بابا طلاب ما يراد هالشيء. ها انتينيتر دكتور، انتينيتر انتينيتر الانتينيتر عندنا ايضا هم مقسم اكوردنج تو ذا دبليو اتش كلاسيفيكيشن. اكو فد شيء يسمونه البوكينج فيزيت اللي هي الزياره الاولى، احيانا هنا اللي تمر بالستون بيرث اللي هم نفسهم يسمونها البري ماتشور ديليفري، بري ماتشور ديليفري اللي هي يصير بها ايرلي اونست اوف ديليفري. هنا الفوكسنج لازم يصير لوين؟ على الانتينيتر كير، انتينيتر كير. الستيل بيرث ايضا بيها هواي كوزز، جزء من عندها انفيرمنتال، جزء من عندها جينيتك فاكتورز. الجينيتك هنا الاكسبريشن مالتها راح يكون اقل من الانفيرمنتال فاكتور، المين رول اكثر شيء للانفيرمنتال فاكتورز. طلع بعد حدث الستيل بيرث ريت اللي هي انقسم بها النمبر اوف بيبي تو ار ديليفرد دايد، ولكن شنو بعد 28 ويكس على من على توتال بيرث يجينا اكو امبورتنت ايفنتس اوف اور لايف اللي هي شنو؟ نيتال 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 شباب اللي هي ديليفري، شايفينها انتم مش قد يعني انتم درستوا داينغير او استترك، العفو بديتوا او استترك بابا بديتوا؟ نعم دكتور، نعم دكتور بلش. اي 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 ايش قد هي الديوريشن اصلا؟ 12 ساعة تقريبا، اطول شيء ممكن تكون رينج 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 تبارك بابا بها رينج، يعني من 6 ل 12 ساعات، هذا اللي هو تقريبا هي اقصى شيء ممكن توصله. لا انتم تاخذون الاكستريم مالت دكتور تختلف يعني حسب انه ريبارس والمولتي بارس. اي اي مين مسلمين وين؟ تقارب الافرج نعتبرها نورمال تقريبا 6 اورز للنولي بارس لحد ما تمتد، يعني ما يقارب 18 اورز بابا. بس ركزوا، يعني هذه هنا الكير اللي تصير نسميها كلها نيتال كير. نيتال كير اللي حولها شو نسميها؟ بيري اللي هي اراوند بيري نيتال مورتاليتي ريت اللي هو شنو؟ نمبر اوف ديليفرد بيبي اللي هو ار دايت، على من نقسمها؟ على التوتال وعلى الليفيرث. التوتال دكتور، التوتال التوتال جيد. ليش ما قسمناها على ال ليش ما قسمناها على الليف بيرث؟ لأن أصلاً هي مو جزء من الليف بيرث، فيها مكسشر أوف كوزز، فيها مكسشر أوف كوزز. هي هذه نوت أبارت والله انتهينا من عندها، بس فيها مكسشر أوف كوزز، أكو جزء من عندها ترى ريليتد تو ذا ليت ترايمستر أو اللاست ترايمستر. بعدها الإنجيجمنت تصير هسه شنو؟ صارت الدليفري، فشي نسميه نيونيتال لايف. نيونيتال لايف شباب، النيونيتال لايف بوست نيونيتال مورتاليتي ريت يشمل ويشمل الانفنت. زين النيونيت ايش قد عمره النيونيت؟ 28 اقل من 28 يوم، اقل من 28. هذا ايضا يقسم الى قسمين، those who are died within the first week نسميها early early post
early post neonatal mortality rate. Those who are died within the last 3 weeks. الأسبوع الأول ما حاسبين شو نسميها؟ ديتش الايرلي هذه نسميها العفو هي كلها نيونيتال مورتاليتي ريت نيونيتال مورتاليتي ريت ايرلي اند ليت زين الايرلي اند ليت الايرلي اللي هي within the first week والليت اللي هي شنو؟ within the last 3 weeks ليش قسموا هذا التقسيم؟ وعلى اساسها اقدر وين اشتغل؟ ليش قسموه؟ دكتور حتى يعطون differential diagnosis لا لا انتم عندكم causes of early neonatal mortality rate is completely different from those who are caused a late neonatal mortality rate. بالاسبوع الاول اذا منتبهين شنو اسباب الوفاه بالاسبوع الاول لطفل يعني لمولود حي بالاسبوع الاول اكثر شيء شنو؟ اذا congenital heart defect يعني طفل ما يقدر يتنفس بس يعني عندي الجروس ديفكت جروس congenital defect بعد غيرها infectious diseases ممكن تجي شوكت نعم بعد اللي هي septicemia حتى يعني patient might be passing to septicemia واكو جزء related to the mother factors اكو جزء related شنو للانفنت وكل جزء العفو للنيونيت وكل جزء ريليتد تو ذا مذر فاكتورز واكو جزء شنو؟ هازارد جانب من دليفري يعني نيونيتال العفو نيتال كير من نيتال كير اللي بعدها اكثر شيء يعني المن متعلقه للام لو للطفل لو للنيتال كير اللي يتوفى بالثلاث اسابيع الثانيه من حياته يعني من يوم الثامن لحد يوم ال 28 هل نسبة الأم وزيد نسبة الاحتمالية مع الطفل؟ يعني تزيد نسبة احتمالية يعني related to the new unit وتقلي possibility of natal care أو natal care أحيانا ما لها في مداخلة معينة ولكن لل factors related to the mother. واضح إن شاء الله بابا؟ خلصنا ال 28 يوم الأولى من الحياة بعدها إيش راح ندخل؟ ندخل بال infantile life او احيانا شو نسميها بوست نيونيتال مورتاليتي ريت بوست نيونيتال مورتاليتي ريت بوست نيونيتال مورتاليتي ريت اذا احد يركز بيها هي تشمل كل الوفيات من يوم 29 وصاعدا زين هي كلها بوست نيونيتال مورتاليتي ريت بما فيها حتى وفيات ولكن هذا مختصر على فد مجموعه عاليه جدا راح يتوفون بالسته اشهر الاولى او ما يعني بالسنه الاولى هذه بصراحه مو كلش تفرق عن الانفنت مورتاليتي ريت الانفنتال لايف لحد ما تمتد انفنتال لايف سجا موسى زهراء دكتور سنتين بعدين صير تودلر سنتين اي سنة او سنتين ما اعرف يعني هو وراها يصير تودلر تودلر تقريبا سنتين او ثلاثة لا اعطينا مجال اعطينا شلون تودلر يا بابا لا دكتور جوا السنة بلو 1 يير بلو 1 يير فيما عدا اكو سبيسيفيك اكسبشن يا يعرف اكو شيء يسمونه انفنت وهو اكبر من سنة هاي صدق تستحق درجة يعني لا سجا مو سنتين بابا سنة ها دكتور سؤال موافق ممكن تجيب ها سؤال موافق يمتى تمتد سنتين نسميها سنتين 2 years او اكثر هم نطلق عليه الانفنت اكو تو اكسبشن عندنا اوكي اذا ناخذ السنه الاولى هسه نسميها infantile life اللي number of death of babies who are aged between 28 days till 1 year
زين هسه نجي على النيونيتال مورتاليتي والبوست نيونيتال مورتاليتي والانفنت مورتاليتي ريت. دول نقسمهم علما على الليف بيرث وعلى توتال بيرث. دكتور لايف بيرث على الليف بيرث ليش؟ دكتور لان هو جاي يدرس بوست نيونيتال والخامس يكون انفانت مورتاليتي ريت، يعني بصوره عامه لايف بيرث اللي موجودين بعد النيتال النيتال فيريت. زين انا اذا درستهم على التوتال بيرث ايش راح يطلع لي؟ دكتور ممكن تكون التوتال بيرث قد يكون الستيل بيرث، يعني مولود ميت كانه، يعني تتداخل بقيه الريتس. حسين اذا درستهم على التوتال بيرث شنو راح يفرق؟ شباب هم خلوا عليها كوشن مارك. دول الثلاثه نقسمهم على التوتال ليف بيرث، توتال ليف بيرث مو على التوتال بيرث كله. بعدها كرود ديث ريت، كرود ديث ريت شنو هذه؟ هذا النمبر اوف ديث ذات ار اكرنج ان اور بوبيليشن، يعني ان كومباريزن تو ذا توتال بوبيليشن، نقسم هنا عدد الوفيات بغض النظر عن يعني سبب الوفاة، عمره، جنسه، وظيفته، سكنه. زين تشوفون انتم سنويا عدد الوفيات مثلا في ذي قار تطلع لك كذا بيرسنت، مقسمين لك هذه الناس اللي توفوا في ذي قار على التوتال بوبيليشن اوف ذي قار كلهم. طبعا هذه ان سبيسيفيك تايم اند بليس، ان سبيسيفيك تايم اند بليس، ومضروبه بمن؟ بمن نضربها؟ بالستاندرد ملتيبيكيشن فاكتور، ستاندرد ملتيبيكيشن فاكتور. واضح ان شاء الله بابا؟ نجي على الريت السادسه، العفو السابعه اللي هي كيس فيتاليتي ريت. كيس فيتاليتي ريت هذه المفروض يعني انتم كلكم تعرفوها، يعني كانت كثيره الاستخدام في الكوفيد خلال السنتين السابقه. What is the case fatality rate؟ indicator للسيفيريتي مالت الديزيز. ايه هي شنو يعني شنو انقسم شنو على شنو؟ دكتور الاشخاص اللي مصابين وتوفوا على عدد المصابين بنفس المرض. يعني مثلا نعم دكتور شلون اميزها عن الكوز سبيسيفيك فيتاليتي ريت؟ دكتور الكوز سبيسيفيك على على اثر الكوز، ذاك بالكوز ممكن ناخذ اكثر من مرض. هنا بالكيس فاتاليتي اذا مثلا ادرس الكوفيد راح اقسم عاشتيلك جيد. فاذا هنا أنا كيس فاتاليتي ريت اتس ايكوال تو ذا نمبر اوف ديث ريجاردينج سبيسيفيك كيس امونج ذا توتال افكتد بوبيليشن، بس الناس المتاثرين في هذا المرض. كوز سبيسيفيك مورتاليتي ريت الناس اللي توفوا نتيجه هذا السبب، اقسمها علما على توتال ديث فور اذر كوز، ما اقسم على التوتال نمبر اوف كيسز، اقسم على توتال ديث فور اذر. ماتيرنال مورتاليتي ريت شنو الماتيرنال مورتاليتي ريت؟ نسبة وفيات الامهات. لا مو الترجمة الدكتور، ممكن يكون يعني عدد الوفيات اللي كان خلال يعني 90 يوم فترة الدليفري كلها مقسمة على، يعني ما نشمل وياها البريجننسي دكتور، هي تكون ريليتد يعني تكون بالنسبه للبريجنسي خلال 90 اذا ليس ذات ار اكرينج ديورينج بريجنسي وبعد ديورينج ديليفري وبعد فتره الانترفال هي تايم انترفال تكون خلال يعني يا انترفال بعد الدليفري شي يجي؟ شي يجي بعد الدليفري بالنسبه للام؟ دكتور لايف اوف بريث. ها؟ لايف اوف بريث. لا بابا بعد الدليفري شو يصير لما تدخل بيا مرحله؟ بوست بارتم اللي هي شو اسمها؟ بربريوم. سجا سجا بربريوم جيد اوكي هي نفسها. فاذا الديث اللي يصير لي ديو تو بريجنسي كوز ريليتد تو ذا بريجنسي كوز ريليتد تو ذا يعني كوز وشاكرنج ديورنج بريجنسي
causes related to the delivery, causes related to the perperium, وبها extension شنو؟ for one year. هذا مو عندنا infantile life، لو ما يقل شيء راح تبقى تعتني به شنو؟ لو ما تعتني بالطفل المفروض يعني بريست فيدنج وغيرها حدما وحمله وفصاله في عامين. العامين شيء قد؟ سنتين غير عام واحد وسنه واحد يا حبيبي. حسين الكير اللي يتهسد بريست فيدنج المتعارف عنه لحدنا من 4 إلى 6 أشهر. بابا يعني بس يعني بدي ارجع شوي ما متاكد من كلمه احاول قدر الامكان. ال causes related to the pregnancy, causes related to the delivery, causes related to the perperium, and for 1 year after delivery if the cause related to ايضا يعني الباست سيستم. انتم شايفين مثلا هو خطيه جستيشنال دايابيتس ونفس الوقت يعني احنا المتعارف عنه يروح الدايابيتس يروح الهايبرتنشن بيشنت باسنج تو بي اي تي وحده صار عندها فد يعني سيكولي ما سيزيريان سكشن او يعني باد سيكولي او سيزيريان سكشن كومبليكيشن ثرومبومبوليك فينومين وما توفت بالبربريوم عبرت البربريوم وبعدها توفت ولكن شنو الكوز related to the pregnancy. فهنا أنا أيضا نحسبها انقسم علي من maternal mortality rate. دكتور عدد ال live birth. عدد ال live birth. عدد ال live birth. نقدر نضيف لهم فد شيء هي طبعا على live birth أوكي. بس نضيف لهم فد شيء. أو عندنا فد مجموعة من النساء اللي توفت هي وطفل أثناء ال pregnancy. هذا الطفل انحسب ليف بيرث او ما انحسب؟ طفل بابا ينحسب على ليف بيرث وعلى بورشن وعلى ستيل بيرث؟ على ليف بيرث. دكتور هو اذا كان ليف يعني ينحسب خلال نفس الفتره اللي صارت شو اسمه ديليفري. بابا وحده خطيه بي اي تي وتوفت ما لها حق وعلي هي وطفلها بالشهر الثالث. بالشهر الثامن عفوا دكتور اي اذا بالشهر الثامن ليفت بيرث يعتبر لانه هو عبر فتره الابورشن. عبر ليف شو اسمه تجيب ام عدل شنو سالفتك؟ ليف بيرث ينحسب على ستيل بيرث. حسبناه على ستيل بيرث زين المايه هسه حسبناها وين ماتيرنال مورتاليتي ريت اللي قسمناهم على ليف بيرث يصير؟ شنو الامبورتنس مالته؟ بس خلي اعطيكم فد رقم حتى تعرفون ايش قد اهميتها هي يعني. Each 1 minute. Each 1 minute. هذا القراءة الحد العام. بعدين اكو قراءة صارت each 10 minutes. There is a female died considered as part of maternal mortality rate. هذه العشر دقائق اللي مرت علينا هسه. 5 دقائق بها كذا مرية توفت نتيجة causes related to the pregnancy, causes related to the delivery, causes related to قد لها فد رقم مهول يعني بالعالم. أقدر أبني maternal and child health care كلها بدون ما تخلصني من الماتيرنال مورتاليتي يعني الهيلكير هذه اصلا ما اريدها. عندنا اكو سبيسيفيك مورتاليتي ريت. سبيسيفيك مورتاليتي ريت شباب اللي هي شكو انديكيتر يدخل بال بيرسونال كاركتر يدخل بال يعني احيانا او هي بالبيرسونال كاركتر او بالانتيتيز اوف ديزيز يعني ديزيز كاركتر اقدر اسوي له سبيسيفيك ريت. مثل ايش؟ عندنا ايج سبيسيفيك ريت. ايج سبيسيفيك ريت شنو الايج سبيسيفيك ريت؟ ايج سبيسيفيك مورتاليتي ريت العفو.
دكتور نسبة المورتيليتي اللي كانت خلال فترة عمرية معينة، يعني فئة عمرية معينة اللي هي مثلا اعطيني مثال عليها هسه. دكتور مثلا جاي ندرس من فرضا اللي اعمارهم من 30 الى 40 او من 15 سنة الى 20 مثلا، اللي صاروا خلال هاي الفترة ايش قد؟ هنا انا هسه بعد لازم تدخل مو بس فئات عمرية معينة، تدخل بتقسيم الاعمار للناس الاصحاء. اول قسم هسه سمينا احنا نيونيتال لايف، بعدها دخلت للانفنتايل لايف، بعدها واحده من البنيات قالت تودلرز، احنا نسميه بري سكول. زين، اللي بعدها سكول ايج اللي هو يمتد لحدنا حد ال 14 ييرز. هذا ال 14 ييرز من سنه، العفو من سنه لحد ال 14 ييرز اسميه بدياتريك ايج. بدياتريك ايج واضح، حد ال 14 سنه هذا نسميها البدياتريك. ما بعدها يجيني شنو التقسيم الفعل اللي هم تينيجرز. ها تينيجرز عافيه. اللي بعدها بابا ايش يدخل لي من ضمن بعد ال 18 سنه؟ الادولت. ادولت، والادولت بيها تقسيمات لو ما بيها يونج ادولت. عافيه جيد، جاي تواصلون. اوكي، ورا اليونج ادلت اللي هو لحد من يمتد، اسنتم يونج ادلت مو؟ اللي بعدكم اترك الادلت، بعدها لحد ال 45 سنه. بعد ال 45 سنه شو اسوي؟ ادرلي. لا بابا على كيف شو يعني انا مش أردلي. بعد ال 65 سنة شو نسميهم؟ أولدر إيج. جيد، بعد ال 65 سنة شو نسميهم؟ أو بعد ال 60 سنة هنا بالعراق شو نسميهم؟ يدخل بالجرياتريك إيج جروب اللي هم أيضا بهم تقسيمات من اليونج والميدل والأولد old elderly. وبعد ال 100 سنه شو نسميهم دولي اللي يعبر 100 سنه؟ احد اخذ معه old cent. ها؟ older old؟ لا اسمهم centurions، من century قرن. centurions اللي يعبر 100 سنه. هذول كل فئه لها ايج سبيسيفيك مورتاليتي ريت قسمها على من؟ على يا جروب؟ دكتور ممكن على التوتال بصوره عامه. يا توتال بوبيليشن لو توتال دكتور البوبيليشن اللي نجي ناخذ احنا سبيسيفيك كل فئه عمريه معينه. لا يا بوبيليشن، يا بوبيليشن توتال بوبيليشن لو البوبيليشن اوف ايج اوف انترست. دكتور هو الايج المعني بال الايج المعني. الايج المعني اوكي. هسه جندر او سكس مورتاليتي ريت، سكس سبيسيفيك مورتاليتي ريت ايضا هم اشوف عدد النساء اللي توفى بغض النظر عن العمر، بغض النظر عن اقسمهم على من؟ على عدد النساء الكل. كوز سبيسيفيك مورتاليتي ريت، كوز سبيسيفيك مورتاليتي ريت اشوف مثلا كيسز ذات ار دايت ديو تو يعني تايفويد فيفر، اقسمها على الاوفر اول كوزز اوف ديث، اشوف عدد وفيات اللي توفوا بالسرطان، اقسمها على الاوفر اول كيسز اوف ديث. ليش ما اسميها، ليش ما اقسمها على عدد الناس المصابين بالسرطان؟ هذا شباب تواصلكم جيد يعني حرامات دنيش كم شغله ما يعني. ليش ما قسمها على التوتال بوبيليشن يعني هو ار افكتد؟ الدكتور اللي احنا جاي نقيس كوز سبيسيفيك يعني بس للسبب اللي مورتيليتي اللي توفى ونتيجه السبب الثاني. لا اذا سميتها هيك تحولت لي الى كيس فيتاليتي ريت، صح لولا؟ نعم دكتور. تحولت الى كيس فيتاليتي ريت. هسه بروبورشنال مورتاليتي ريشيو، بروبورشنال مورتاليتي ريشيو. بابا شوف بس كل شغله يعني حتى ما تنسوها هذه دائما تستخدم يعني اعلاميه للاعلام.
يوقف لك مسؤول من هذول المتصيدين بالماء العكر ويجي يقول لك ارتفعت نسبة وفيات السرطان في الوفود، ارتفعت نسبة وفيات الناس المصابين مثلا سمعتوا البارحة أول بارحة العفو مال هاي الاتاك وفود بويزنينج اللي صارت بالعمارة في ميسان. نعم دكتور. ايش كم كيس وصلوا هسه تقريبا؟ 284 كيس من عندهم واحد توفى. شباب ايش عجبتهم يعني اللي عرفان دائما تقلبون بالفيسبوك صارت عندي هسه بروبورشنال مورتاليتي ريشيو هذه ال 230 او ال 280 او ال 300 هل هي يعني خارج نطاق المعتاد بحيث يعني تناولوا هالهاله الغريبه هذه فود بويزنينج او هي من ضمن المعتاد يعني زين اذا هي من ضمن المعتاد ليش صار بها هل يعني ماجنيفيكيشن بروبورشنال مورتاليتي ريشيو تذكرون في شيء اسمه ستاندرد مولتيبليكيشن فاكتور هذا الستاندرد مولتيبليكيشن فاكتور شباب اذا اردت اقس اضرب في 100,000 زين واذا اردت اضرب في 1000 الرقم الاول راح يعادل لي 100 ضعف للرقم الثاني احنا ليش بالطب وبالبايوستاتستكس وبالجنرال ابيديميولوجي ما نتعامل ويا شيء اسمه نمبرز اللي جايب لك ارقام قل له رجعها نسوي لي اياها البرسنتج وتعال سوي لي اياها الريشيو وتعال سوي لي اياها الريت وتعال ليش؟ اولا هذه المفروض ما تكون ان فورم اوف ريشيو اذا حولتها الى ريت راحت اهميتها كلها القضيه الثانيه البروبورشنال مورتاليتي ريشيو هي فد شيء ريليتد لجزء من حدث زين وذ ا بيج ماجنيفيكيشن يعني انت من تسولف تقول مثلا ارتفعت عندي نسبه الوفيات بالسرطان في اللي هي صارت في سنه من السنوات يعني واعلنوا على نمبر اوف كيسز اوف سبيسيفيك تايبس اوف كانسر سبيسيفيك تايب اوف كانسر العفو انكريز ان الفهود وصار بها في التوجه اعلام بحيث طلع رقم 2000 ال 2000 طلع هو الرجل مجمعه من الالف من عام 2003 لحد يمكن عام 2016 او 2017 هذه الاجريجيتد كيسز كلها وقسم على توتال بوبيليشن لمره واحده ما سوى لها بير يير وبغض النظر عن الفيت مالتهم وانطفت رقم عالي جدا بحيث كان يساوي 4 اضعاف او 5 اضعاف الانسيدنس او البريفلنس اوف كانسر اوفر اول لهنا واضح برضه من حضرتنا على الفيتاليتي ريت محاضرة واضحة إن شاء الله شباب؟ إن شاء الله واضحة دكتور ماشي إحنا الوقت اللي عندنا باقي له يعني 5 دقائق اكو فد اكزامبل موجود عندكم هذه ان شاء الله بالبراكتيكال راح نحله حتى نقفل موضوع الريت عندنا الاذر يوز في الريت اذر يوز في الريت تسمعون انتم مثلا يقول لك جاوزت او مثلا العفو صار عندك فد عبء كبير على مستشفى الامام الحسين باثناء البانديميستي اوف كوفيد وجاوزت عدد الاسر وجاوزت مثلا هذه الخدمه تروح يقول لك سراك اسبوعين يلا يوصل لقاح تلزم بسرعه عليه يقول لك 3 اسابيع يلا تتصل على هذا الرقم نسبه انجاز لمشروع معين يقول لك وصلت النسبه 60 او 70% ايش بيها سجاب بروبورشنال؟ اي طبعا لازم تكون لسبب معين هو قلت لكم اكثر شيء يستخدمونه يعني كهاله اعلاميه احنا ان شاء الله بيصير عندنا في وقت معين شوي نوهلكم على الاعلام الطبي اللي غيره. اكوينسي ريت اي
سجاها سنكمل ان شاء الله. اكيوبنسي ريت اللي هي مدى اشغال اشغال فد يعني ناس مستخدمين لخدمه معينه. ادكوسي اللي هي كفاءه، والبروفيشنسي ريت ايضا كفاءه. شباب هذول ايش كم ريت عندنا هسه؟ ايش كم ريت؟ اول وحده عندنا ال يوتيلايزيشن ريت، كفرج ريت هاي 2، بيرفورمانس ريت هاي 3، بيد اكيوبنسي ريت هاي 4، ادكوسي ريت 5، بروفيشنسي ريت. اللي احتاجه من عندكم، اللي احتاجه من عندكم